وقل رب زدني علما. وها هي أيام الشهر قد تتابعت ولياليه الغر قد تلاحقت، هذه أيام رمضان قد أوشكت بالرحيل، سنستقبل العشر الأواخر ختام شهر رمضان ووداعه، وقفنا على الليالي العشر ونحن فقراء إلى رحمة الله، وقفنا على أبواب العشر الأواخر نشكو تقصيرنا إلى الله، وقفنا على أبواب العشر الأواخر وكلنا أمل وطمع في رحمة الله ألا يخيب رجاءنا وأن يستجيب دعاءنا، وقفنا على أبواب عشر ما دخلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا شد مئزرة وأيقظ أهله وأحيا ليله صلوات الله وسلامه عليه إلى يوم الدين. بينها ليلة خير من ألف شهر، من قامها إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. عشر إذا دخلت على الأخيار والصالحين فروا إلى بيوت الله معتكفين، ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا، سيماهم في وجوههم من أثر السجود، قد فارقوا النوم والكرى والهجود، يرجون رحمة الله الحليم الودود، ويسألونه مقاما مع الركع السجود، في نعيم الجنات جنات الخلود مع المقربين الشهود، قد سمت أرواحهم إلى الخيرات وتنافست أجسادهم في فعل الباقيات الصالحات. عشر وما أدراك ما هي العشر التي ما هذه العشر، أقسم الله بها في كتابه المبين وعظم شأنها بهدي رسول الله صلى الله عليه وسلم الأمين. فيا معاشر المعتكفين والمعتكفات، وصية لكم من كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، اعلموا أن الله طيب لا يقبل إلا طيبا، لا يقبل الله من الاعتكاف إلا ما كان خالصا لوجهه يراد به ما عنده، فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. أخلصوا لله النيات وأخلصوا لله العبادات والطاعات، فلا يزال العبد بخير إذا تكلم لله وإذا عمل لله. يا معاشر المعتكفين والمعتكفات، قدموا الحقوق والواجبات. إياك أخي المسلم أن تعتكف ووراءك حق أمرك الله بأدائه يضيع باعتكافك. إن كان الوالدان بحاجة إلى برك وحنانك وعطفك وإحسانك، فاحتسب عند الله في القيام عليهما، كم من قائم على أم حنون يسقيها دواءها ويعالج جراحها وداءها، بلغه الله أجر المعتكفين. كم من قائم على أب ضعيف شيخ كبير يقضي حوائده ويرحم ضعفه ويحسن إليه ويجبر بإذن الله كسره، بلغه الله مقام المعتكفين. كم من قائم على زوجة سقيمة مريضة يقوم عليها، بلغه الله أجر الاعتكاف بما كان من إحسانه إليها. تخلف عثمان رضي الله عنه وأرضاه عن غزوة بدر بسبب زوجه التي كان يمرضها رقية رضي الله عنها وأرضاها. لو كنت مريضا لقامت على رأسك ولا أحسنت إليك، فما جزاء الإحسان إلا الإحسان. إياك أن تعتكف والأبناء والبنات بحاجة إليك أو يكون اعتكافك سببا في ضياعهم، فاتق الله في الأقربين إليك. يا معاشر المعتكفين والمعتكفات،
اخرجوا إلى بيوت الله بالنية الصادقة وليس في قلوبكم إلا الله، وادخلوا إلى بيوت الله معظمين شعائر الله، فللمساجد حقوق عظيمة، فلا تسبن مسلما ولا تشتمن قائما ولا تلمزن صائما، إياك وأذية المسلمين في اعتكافك، تجنب النوم في الأماكن الفاضلة، ومكن الناس من بيوت الله، ولا يجوز حجز الأماكن في المساجد إلا لمن خرج لقضاء حاجته، أما من عدا ذلك فلا يجوز له أن يؤذي المسلمين في بيوت الله رب العالمين. المساجد بيوت الله، استوى فيها الغني والفقير والجليل والحقير، ذلة لله العظيم الكبير.